هاي جيرلز، ازيكم كلكم؟ اتمنى تكون كلكم كويسين. طيب انا دلوقتي هعمل عشان انا عندي اميونيتي السيستم، الاميونيتي سيستم بتاعي ضعيف شويه، فبحب ان انا ازود شويه الاميونيتي سيستم، ابوستت يعني علشان الايام دي. عملت ايه بقى؟ هقول لكم انا عملت ايه. ايه رايكم في البنطلون؟ بينجوينز. طيب انا قطعت ست غسلت، طبعا غسلت كويس جدا الاورنج والليمون اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بقشره قطعت حوالي ست ليمونات متقطعين صغير قوي عشان يقعدوا ينزلوا في الجوز بتاعهم. اوكي، ودول اتنين اورنج برتقانه متقطعين صغير قوي برضو، حطيتهم على بعض. اوكي، هقلبهم شويه. اوكي، وبعد كده هاخد 3 سلايسز اوف جينجر وهقطعهم صغير خالص. اوكي، وهاخد كركم تورميريك. انا بعمل لايف سنس ذلك. كركم تورميريك هاخد معلقة كبيرة، وهحطها معاهم. اوكي، وهقلب علشان البرتقان كله كويس قوي للاميونيتي، الكركم كويس قوي للاميونيتي، الليمون كويس قوي للاميونيتي، الجينجر نفس الحاجة. واخر حاجة بقى هعملها هي ان انا هاخد رو هاني. ثانية واحدة، رو هاني ده ممكن تشربوه على مية ساقعة او مية سخنة. رو هاني هحط مثلا ربع البرطمان. اوكي، وهقلبه. الرو هاني طبعا بيبقى ماسك شويه، فقلبوه شويه كويس. البتاع اتكسرت، اي ثينك دي لازم تترمي. هغير واخد واحده تانيه، استنوا هغير واحده، هغير واخد واحده تانيه. اتكسرت شويه، هنقلب علشان العسل يدوب كويس فيه. ثانيه واحده يا ريكنا. ايش الهاني اللي جواه موجود؟ هطلعه لك دلوقتي. الواكس قصدك؟ ايوه. اوكي، هاخد بس بمعلقه. ثانيه واحده يا ريت، هاخد بس المعلقه ليه؟ عشان هتلاقي فيه جوز، ادوق بس جوز و اشوف لو محتاجه شويه عسل تاني. هتحتاج شويه عسل تاني. لو محتاجه انزل العسل هنزلها طبعا بخشبه. never عمرك ما تقلب بميتال، لا بلاستيك ممكن، علشان الميتال هيبوظ كل البنفيتس بتاعت العسل، وانا مش عايزه ابوظ كل البنفيتس بتاعت العسل. والعسل طبعا ما يتحطش على النار، او الليمون ما يتحطش احسن على النار. هو كويس انه لما الميه تبقى سخنه دي اللي انت تحطي عليها، يعني تحطي فيو سبون من ده وبعد كده تحطي الميه عليها. هاخد طبعا another spoon عشان مش عايزه to contaminate اي حد. اوكي كده بالنسبه لي it's very good. لو حد هيحتاج ان هو يحط عسل كمان is okay، هو بقى يبقى يحط من عنده. هنجيب برطمان، فلات ساي مثلا، البرطمان القديم ده بتاع النسكافيه طبعا مغسول ونضيفه كله. يس، عايزه افرجكم شكله في الاخر هيبقى عامل ازاي. وده هتحطوه في الثلاجه وتاخدوا منه مرتين ثلاث مرات في اليوم زي ما انتوا عايزين. هتحطوا مثلا معلقتين كبار. اوكي، وتزودوا عليه ميه. This is a great
بوستر. انا عملت كمية تكفي مش للعيلة، للبيت كله، اللي عايز هيلاقي. مفيش احسن من الاميونيتي بوستر بتاعت الحاجات الطبيعية اللي ربنا خلقنا بيها، خلقها لنا عشان احنا نستفاد بيها. ف احسن حاجة زي ما هناخد الفيتامين زي ما ناخد الاميونيتي بوستر ده. يبقى كانت مثلا برتقانتين، 6 ليمونات، ربع برطمان العسل، 3 سلايس اوف جينجر متقطعين صغير قوي، ومعلقة كبيرة كركم تتحط في التلاجة. هو اصلا كمان لما هيبقى امالجاميتد اكتر هيبقى طعمه احلى كمان. ولو حد حب ان هو يزود عسل it's okay, it's up to them. For example دلوقتي مثلا انا هشرب let's say كوباية. انا ما بحبش اشرب الحاجات عامة سخنة، بشربها دافية، ماليش في الحاجات اللي هي السخنة قوي، ما بحبهاش. فهعمل ايه؟ طبعا هاخد ايه من تحت شوية عشان اخد الصوص بتاعه، هقلبه قبل ما اخد. وهاخد let's say اهي معلقة، for me معلقة is enough، معلقتين هتبقى كتير، معلقة واحدة is more than enough. okay. والمية بتاعت الكاتل اهي سخنة، وبسي. اوكي. وعايزة اقول لكم كويس قوي الكركم لأي التهاب في الاعصاب، كويس جدا انه بيقلل التهابات الاعصاب. اوكي اهو تمام كده. يبقى لما تصحوا على الريق تشربوا مية لبن الذكر، معلقتين على كوباية مية على الريق. This is very good للإميونيتي، انا نسيت اخدها النهاردة. وبعد كده تاخدوا مورينجا، مورينجا كويسة قوي للإميونيتي. اوكي انا بجيبها من اولي مورينجا، كويسة جدا للإميونيتي. وفي نفس الوقت الحاجة الوحيدة بس لو حد عنده مشاكل في الغدة ان هي ضعيفة ما ياخدوش. فباخد 2 كوباية مورينجا، ودلوقتي زودت عليهم الاميونيتي بوستر اللي معمول من الليمون، الكركم، العسل، الجينجر، والبرتقان. I hope you like it. Stay safe, stay positive, و boost your immunity system علشان الخوف مش من اللي بره، الخوف من قعدة البيت جوه مع العيال والمذاكرة والإي learning اللي الأمهات كلها محتاجة immunity علشان نعرف نكمل مع الإي learning. سيبكم من أي حاجة تانية، ده حمادة والإي learning حمادة تاني خالص. I love you girls, stay safe، وأشوفكم كمان شوية. Bye.